أيام الشباب لإدمون سي، إخراج صلاح عز الدين. أدخل. صباح الخير يا سيدي الوزير. هذا أنت يا دوتي. صباح الخير. حسن، هل أنت آتي من هناك، من الوزارة؟ أجل يا سيدي. هل قابلت مدير مكتبي؟ قابلت مسيو روزنتال. وهل أبلغت؟ أجل يا سيدي، أبلغت أنك لم تستطع الذهاب يوم السبت إلى الوزارة ولا إلى المجلس، لأنك أصبت مساء يوم الجمعة بنوبة روماتيزم شديدة، وأنك كنت تريد الخروج يوم الاثنين أمس، ولكن الطبيب اعترض على ذلك، وأنك على ما يبدو لن تستطيع الخروج قبل نهاية الأسبوع، ولذلك أصبح على مسيو روزنتال أن يقوم بتصريف الأعمال اليومية ويعقد الاجتماع نيابة عنك. حسن جدا، ألم يقل شيئا؟ كلفني أن أبلغك تمنياته بالشفاء العاجل يا سيدي. هذه رقة منه. أما أنا فأريد أن أعبر عن سروري يا سيدي، لأن صحتك اليوم أحسن. نعم يا عزيزي دوتي، أحسن بكثير، لم يعد يؤلمني إلا ساقي هنا، ولكني أرجو أن يزول هذا الألم بقرص أو قرصين من الأسبرين. ألم تقابل أحدا غيره؟ لا أحد يا سيدي. والوزير؟ لم يكن قد حضر بعد. بالطبع، إن هذا لا يدهشني. فعلا. كم كانت الساعة عندما غادرت الوزارة؟ 11:00. 11:00، جميل. من حسن حظهم أننا نحن نواب الوزراء موجودون دائما، وأننا دائما مخلصون متواضعون، ومع ذلك تحدثون عنا بالسوء في كل مناسبة، وغالبا ما ينكرون أهميتنا. هل أحضرت معك البريد؟ ها هو يا سيدي. فلنرى. السيد نائب الوزير. السيد نائب الوزير. هذه الرسالة ليست لي، انظر. السيد الوزير. تسمح يا سيدي، السيد الوزير لوبليميل. نعم، اسمي مكتوب فعلا، لابد أنها غلطة، شخص لا يعرف بالضبط أو شخص يعرف بالضبط. دوتي، أنت تتملقني، افتح الخطابات من فضلك. لا لا لا، هذا أولا. سيد الوزير، لقد جعلتني آمل أثناء مقابلتنا الأخيرة أنكم ستوافقون على التدخل من أجل حصولي على توكيل لبيع الدخان. نعم، إنها تلك العجوز المجنونة، والدة ذلك الجندي الذي قيل عنه إنه مات ضحية الواجب أثناء الحرب، ولكن الحقيقة أنه مات بسبب احتقان نتيجة إفراطه في الشراب، وعلى بعد 80 كيلومترا من الجبهة. قلت لي سيادتك أن أحفظ الموضوع. أجل لأن الموضوع لم يكن يستحق الاهتمام. كلا، من الجائز أن الجندي لا يستحق الاهتمام، ولكن المرأة أمه العجوز. ناولني الخطاب. فإذا سمحت يا سيد الوزير أن أستري انتباهكم وعطفكم وأن تقدمني خدمة. يا للمرأة المسكينة، إنها تحسن التعبير عن نفسها بطريقة مؤثرة. أترك لي هذه الورقة، سأبحثها، سأرد عليها بنفسي، أو أتصيد لها الوزير الآخر. سأتصيده فعلا، إنها الكلمة المناسبة، لأنه عندما يكون من المستحيل العثور عليه. تنطبق عليه هذه الكلمة تماما. إن هذا التعبير تعبير رائع. رائع. على كل حال، فإنه ولو كان الإنسان نائب وزير، فلا بد أن يتذكر أحيانا أنه كتب في زمانه بعض الخطابات مثل كل الناس. فلنرى الرسائل الأخرى. سيدي نائب الوزير، يشرفني أن أذكر سيادتكم. ما هذا؟ ما هذه الضوضاء؟ يبدو أنها آتية من شقتنا. أجل، يبدو أنه صوت ابني وصوت زوجتي. أراهنك أن هذا الصغير يمارس الآن ألاعيبه الشيطانية، وهذا غير محتمل، سأقول لهم ذلك. سيدي الوزير، ماذا حدث؟ إذن حاول أن تعرف،
ولترجو سيدتك أن تسكت هذا الطفل، أو لا داعي، قل لسيدتك أن تسمح وتتفضل بالحضور إلى هنا لأني أريد التحدث إليها. حسن يا سيد الوزير. انظر، لقد عادت الضوضاء ثانية. كيف يمكن العمل في مثل هذه الأحوال؟ لابد أن يتسامح الإنسان مع الأطفال يا سيدي. يتسامح؟ يا لله، أعتقد أن التسامح لا ينقصني، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنني لا أدلل ولدي. إنني أدلله كثيرا وهو يستغل ذلك كما تستغله أمه أيضا. إنه لا يزال صغيرا يا سيدي. تماما، هذا هو ما تكرره أمه علي كل يوم، إنه لا يزال صغيرا. بالنسبة لها سيظل صغيرا إلى الأبد، حتى إذا كان في السابعة من عمره. إن الفراغ هو آخر شيء بالنسبة له. لقد أصبحت الحياة غير مستقرة منذ أن مرضت مدرسته منذ أسبوعين، وأدرك أنه قد ترك لنفسه. لحسن الحظ أن كل هذا سوف يتغير، لأن هناك وقتا يجب أن ترفع فيه أيدي النساء عن الأطفال إذا أردنا أن يصبحوا رجالا بدورهم. لذلك فبمجرد أن نتلقى الرد الذي ننتظره، ما الذي يدهشني أن هذا الرد لم يصل بعد. قل لي، متى أوصلت الخطاب؟ الخطاب؟ نعم، الخطاب الذي عهدت به إليك منذ أيام لتوصله إلى مدرسة ألامبير. خطاب ميسيو لامبريش. لامبريش، أجل، صديقي القديم لامبريش، لأنه هو فعلا الرجل الذي يلزمنا من أجل هذا الولد. إنه الأستاذ المربي الذي نحلم به. لو كنت تذكرت من زمن. ولكن الذي يدهش هو أنه لم يحضر بعد. ليس في ذلك ما يدعو للدهشة. لقد ذهبت يوم الأربعاء الماضي للمرة الثامنة إلى ذلك المكان الذي قلت لي إن ميسيو لامبريش يشغل فيه وظيفة معيد. وأظنك يا سيدي تذكر الرد الذي تلقيته، وهو أن ميسيو لامبريش ترك هذا العمل منذ 5 سنوات مضت، وأنهم يجهلون عنوانه الحالي. ولكنك وجدت ذلك العنوان بعد جهد كبير يا سيدي. ثم يبدو أن ميسيو لامبريش كان غائبا. يبدو ذلك. على أي حال فهو لن يتأخر، لا يمكن أن يتأخر في الحضور. إنه بمجرد أن يتلقى خطابي سيطير مسرعا إلى هنا. هذا العزيز لامبريش، كم ستكون دهشته وسعادته لما سيفاجأ به هنا. بالتأكيد يا سيدي، وخصوصا أن الموضوع سيكون غير متوقع بالنسبة له. هل مضت مدة طويلة لم تره فيها يا سيدي؟ حوالي 15 أو 16 عاما منذ أن كنا طلبة معا في الحي اللاتيني. كان يستعد لنيل الليسانس في الأداب بينما كنت أدرس أنا في الحقوق، ولكننا كنا نلتقي بعض المحاضرات وقت الطعام في مطعم صغير بشارع سوفلو. لازلت أتذكر هذا المطعم، مطعم صغير متواضع، لأننا في ذلك الوقت لم نكن نتمرغ في الذهب، ولم يكن هذا يهمنا حين ذاك، فقد كنا نعيش في شباب ومرح لا نحمل هما. كنا نتسلى ثم بعد ذلك نبدأ العمل، ولم نكن نعمل فقط من أجل الامتحانات، كلا، لقد كنا نعمل أيضا لمزاجنا الخاص. كنا نكتب وننظم الشعر. نعم، أنا أيضا، وأذكر كذلك أنني نشرت في ذلك الوقت كتابا، ألم تكن تعرف؟ لقد كان اسمه الأمواج الرنانة. يا له من عنوان. ألا تعتقد معي أنه لابد حقا أن يكون الإنسان شابا حتى يفكر في مثل هذا العنوان؟ لو عرف زملائي في المجلس، ولو عرفت الصحف، لسلقوني بألسنتهم. المهم، لقد كنت أعيش أنا ولامبريش كشخصين لا يفترقان، كأخوين، وقد ظللنا كذلك حتى أجبرنا القدر على أن يأخذ كل منا طريقا مختلفة. فلم أكد أجتاز الامتحان حتى عدت إلى أوت جاروم حيث كان أبي، فقد كان يجب علي أن أخلفه في مكتب المحاماة. ثم تزوجت
وساعدني الزواج على اتخاذ طريق السياسة وعلى أن أرتقي سريعا. أما لامبروش فقد استمر في حياته، أعتقد أنه هو أيضا قد ترك الأدب ليتفرغ للتعليم، لأن المرة الوحيدة التي قابلته فيها كانت على وجه التحديد أمام مدرسة ألمبير. كان خارجا وأمامه تلاميذه، وقفنا نتحدث حوالي 5 دقائق، تبادلنا بعض الكلمات وبعض الذكريات، ثم اتفقنا على أن نتقابل وعقدنا النية على أن نتراسل. ثم طبعا، ولكنك يا سيدي ألا تخشى يا سيدي أن تجد بعد هذا الزمن الطويل أن صديقك، أقصد في ظروف، إن أشياء كثيرة تحدث في 8 سنوات، وعندما لا نرى شخصا. ولكني مطمئن، فمن يكون له مثل ذكائه وثقافته ومثابرته يكون من الغريب ألا يستمر في طريقه بنجاح، نجاح متواضع طبعا، فليس في إمكان جميع الناس أن يصلوا لما وصلت إليه أنا. على كل، فقد كانت للامبريش أم عجوز طيبة، كانت ترسل له نقودا. ثم إذا كانت ظروفه الآن غير مستقرة أو قاسية، فربما خلال 12 أو 13 عاما، فإن ذلك يكون أدعى لأن أمد يدي بالعون إلى زميل، صديق أيام الشباب القديم، لأنه كما ترى عندما يجد نفسه في حضرة من؟ صديقه القديم. وماذا أصبح؟ وزيرا. مسكين لامبروش، كم أنا مشتاق لحضوره. تصور إنها مفاجأة له، أي سرور وأي اعتزاز. أنت تفهمني؟ بالطبع يا سيدي. نعم أنت تفهمني، ولكني لست واثقا من أن زوجتي ستفهمني مثلك. مدام لوبلوميل لم تعرف ذلك بعد؟ أجل إنها تجهل ذلك، فأنت تعرف كم هي ضعيفة أمام كل ما يخص هذا الطفل، كما أنه قد تعلق جدا بمدرسته، لذلك كنت أنتظر الفرصة المناسبة. ولكن يبدو أن زوجتي لم تحضر سريعا، أراهنك أن ذلك الأبله لم يبلغها الرسالة. اسمع يا صغير دوتيه، يستحسن أن تذهب أنت بنفسك. ولكن لا داعي، ها هي قادمة. هل أرسلت في طلبي؟ صباح الخير مسيو دوتيه. مدام. نعم لقد طلبت حضورك منذ فترة طويلة. كنت أخشى أن أعطلك. لا لا إنك لا تعطلينني، ولكنه الصغير الذي يفعل ذلك. هل تسمعه من هنا؟ أسمعه؟ هل سمعت يا دوتيه؟ إنها تسأل هل نسمعه. أتسمح لي بالانصراف يا سيدي؟ أجل يا عزيزي دوتي، ولكن انتظر، تصرف في هذه وهذه، وبعد ذلك مر على المكتبة الأهلية لجمع بعض المعلومات من أجل الحديث الذي أعده. سأنتظرك هنا في 4، عندنا بعض الأعمال. سيدي الوزير، مدام. أخيرا. أجل أسمعه ابنك وأنا هنا، إنه يثير من الضوضاء ما يجعلنا نسمعه. ومع ذلك فقد نصحته طويلا أن يظل هادئا، ولكن ماذا أفعل؟ إن الصغير المسكين يشعر بفيض من السعادة، وهو يتمتع بأيام الحرية التي أتاحتها له فرصة توعك مدرسته مادموازيل كنسونا. ولكن اطمئن، فمن المؤكد أن مدرسته ستتمكن من العودة قبل نهاية الأسبوع. العودة؟ نعم، وماذا في ذلك؟ في ذلك أنه كان الأقدر أن تقولي لمادموازيل كنسونا العظيمة أن تأخذ كل الوقت اللازم لعلاجها. ولماذا؟ لأنني قررت ألا تعود، لقد استغنيت من الآن عن خدماتها. ولكن ما السبب؟ لأنني أرى أن صغيرنا أصبح في سن تجعل من الضروري أن نفكر جديا في تعليمه. إنه لا يزال صغيرا. ثانية، دائما نفس النغمة. لا، إنه لم يعد صغيرا. في سن 7 يجب أن يبدأ الطفل في العمل بأي طريقة، فإنه إذا أردنا أن يصبح الطفل رجلا
فلا بد أن نعهد به إلى رجل آخر. رجل آخر؟ بالضبط، رجل يتولى رعايته ويعلمه التعليم المناسب لسنه. هذا هو ما كنت أشرحه لدوتيه منذ لحظة. ثم إنك عندما تعرفين الشخص الذي اخترته. هل اخترته فعلا؟ نعم. وتبلغه لي هكذا اليوم؟ كنت أنتظر الفرصة المناسبة. علاوة على ذلك، فإني لم أرى أي ضرورة في أن أخبرك بالأمر قبل أن أعرف إذا كان الشخص الذي فكرت فيه. من هو؟ إنه صديق، صديق قديم لي، زميل من أيام الشباب، كنت أدرس معه في الحي اللاتيني. كان يستعد لليسانس الأداب، واليوم يشغل وظيفة في الجامعة. ما اسمه؟ اسمه لامبريش. لامبريش؟ لامبريش، ماذا في الأمر؟ إنه اسمه، صديقي القديم لامبريش. إن اسمه لا يوحي إلي بشيء. ألم تريه أبدا؟ إني أتكلم عن اسمه، إن اسمه لا يوحي إلي بشيء. اسمه، أظن أن هناك أسماء أحسن من هذا الاسم، ولكن الإنسان طبعا لا يختار اسمه. المهم أن يؤدي لنا صاحب هذا الاسم المهمة التي نريدها منه. وهل تعتقد أنه يستطيع القيام بها؟ أنا واثق من ذلك، وتأكدي أنني لم أختره اعتباطا. ولكن منذ... منذ ماذا؟ هل قابلته ثانية هذا الصديق القديم مسيو لامبريش؟ بالتأكيد. أين؟ أين؟ في أي مكان، هنا وهناك. لقد حضر إلى الوزارة، وتقابلنا أيضا منذ أقل من سنة أمام المدرسة حيث يعمل مدرسا، وكان خارجا بعد انتهائه من محاضرته، وقضينا معا ساعة طويلة نسترجع ذكرياتنا المشتركة. وقد قص علي حياته وأعماله. أوهو، أعمال عظيمة، إنه شخص لا يستهان به. ثم هو رقيق مع الأطفال كالأب الحنون تماما. أي أنك اتفقت معه فعلا؟ مبدئيا نعم. مبدئيا فقط؟ أقصد أني أنتظر أن يبلغني هو رده النهائي بين لحظة وأخرى. إننا في انتظاره، وهذا هو الذي جعلني أبلغك الموضوع حتى تعرفي ذلك بنفسك للصغير. يا للصغير المسكين. ماذا؟ يا للصغير المسكين؟ ماذا؟ يا للصغير المسكين؟ إني لا أرى شيئا يجعله موضع شفقة. إنه شديد الحساسية، كان يحب مدرسته حبا شديدا. سيحب مدرسه نفس الحب، لن يستغرق ذلك أكثر من 8 أيام. أنت لا تعرف ابنك. على كل حال سأبذل جهدي لمحاولة تخفيف الصدمة ولتهيئته. هذا هو المطلوب. ماذا هناك؟ ماذا هناك ثانية؟ أعتذر للسيد الوزير عن إزعاجي، ولكن هناك شخص في حجرة الانتظار يلح في مقابلة سيد الوزير. شخص؟ نعم يا سيد الوزير، شخص، أقصد رجل غريب شيئا ما، يرتدي قبعة ورباط رقبة من النوع الطويل السميك الذي يحمي الرقبة من البرد. هيئته غريبة، أجل غريبة بعض الشيء يا سيد الوزير. ماذا يريد مني؟ يقول إنه على موعد مع سيد الوزير. ماذا؟ موعد؟ لم أعطي أحدا أي موعد. قد يكون أحد الناخبين. لا أعتقد ذلك يا سيد الوزير. لا لا، لقد رأيته أنا أيضا وأنا أجتاز حجرة الانتظار في طريقي إلى هنا. يبدو كذلك أنه غير مهذب. أستطيع أن أقول إنه لم يكد يلمس حتى طرف قبعته للتحية عندما مررت به. وأنا أوافق بيير على أن شكله غريب. أنا شخصيا لقد أفزعني تقريبا. ليس إلى هذا الحد. الحق، إن الإنسان لا يمكنه أن يعرف أبدا ماذا يريد مثل هؤلاء الأشخاص، فما يكاد المرء يصل إلى منصب مرموق ويصبح مشهورا إلى حد ما. هيا هيا لا تثيري أعصابك، أقسم لك إنه ليس هناك ما يستحق ذلك. هل أعطاك بطاقته؟ لقد كتب هذا الشخص اسمه على ورقة يا سيد الوزير. لا بأس، أعطني إياها. هذا رائع، تستطيع أن تدخله. حسن يا سيد الوزير. هل تعرفه؟ هل أعرفه؟ أجل أعرف من هو، لا تخشى شيئا. اذهبي أنت إلى الولد، اذهبي واتركيني، يمكنك أن تتركيني وحدي.
ألا تفضل أن أبقى إلى جوار؟ كلا كلا لا داعي، اذهبي إلى الصغير، خاصة وأن لديك أشياء تقولينها له. أجل أجل، ولكن اسمع. ماذا أيضا؟ بخصوص هذا المدرس الذي تريده له، هذا السيد لامبر 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 لامبرش جوزيف لامبرش. لن أتمكن أبدا من التعود على هذا الاسم. بما أنك لم تقابله بعد وقد لا تتفق معه، من يعرف، كل شيء محتمل. على كل حال اسمع، عدني أنه إذا حدث ذلك، أقصد إذا لم تتفق معه عند حضوره، على فرض أنه سيحضر، أعدني أن نستمر مع مادموزيل كنسونا. أعدك بذلك. حسنا، ولكن أكرر عليك. كلا كلا، لقد وعدت لقد وعدت، هذا هو كل ما أطلبه منك، وسأجعل الصغير هادئا، اطمئن، لن تسمعه يتكلم أو يصرخ أبدا أبدا. هو أنت؟ ادخل يا صديقي ادخل. أيها الصديق لامبروش، إنه أنا بعينه، صديقك وزميله لبلمال. ألا تعتقد أنه قد مضت مدة طويلة منذ تقابلنا نحن الاثنين؟ نعم، كان ذلك منذ سنوات عديدة. 7 سنوات، 8 سنوات على الأقل. تقريبا، لأن آخر مرة كانت أمام مدرسة ألمبير، هل تتذكر؟ لقد تحدثنا وتواعدنا على أن نتقابل ثم... نعم، ثم لم نتقابل. أجل، ولكن ليس في ذلك ما يدعو للدهشة، فكل منا مشغول، الحياة مليئة بالمشاغل، لذلك لا يرى الواحد منا الأصدقاء القدامى. لحسن الحظ أن الإنسان لا ينسى هؤلاء الأصدقاء، فهو يتذكرهم في الوقت المناسب عندما يجب أن يتذكرهم. يا عزيزي لامبروش، ولكن اجلس يا عزيزي، لا يمكنك أن تتصور كم أنا سعيد بمقابلتك، إن رؤيتك تذكرني وتثير في نفسي أشياء كثيرة. كيف حالك؟ إنك لم تتغير. لا، إنك لم تتغير كثيرا، أؤكد لك، ربما تكون قد نحفت قليلا. أستطيع أن تقول أيضا وبيض شعري. هل تعتقد ذلك؟ يا إلهي، إننا لم نعد شبابا كما كنا قبلا، يجب أن نتذكر أعمارنا. نعم، الأعمار وشيء آخر. بالطبع بالطبع بالطبع. وأنا كيف تراني؟ لم أتغير كثيرا. أجل، على كل حال لقد تغيرت أنت أيضا، ويمكنني طبعا التعرف عليك، ولكن عندما تقابلنا في المرة الأخيرة شعرك بوجه خاص. ماذا؟ هل ابيض لونه؟ ثم جسمك، البطن، أعرف جيدا أنه كان عندك استعداد للسمنة، ولكن عندما يكون الإنسان أصغر فإن قوامه يكون أكثر اعتدالا، أليس كذلك؟ إذن أنت ترى أن وزني قد زاد؟ إلى حد ما، هذا شيء طبيعي. أجل أجل، طبعا. كما قلت أنت، يجب أن نتذكر أعمارنا. لا يمكن أن نبقى كما كنا. ومع ذلك أؤكد لك يا عزيزي لامبروش، أنني أشعر أنني لازلت شابا قويا، يمكنك أن تقول إنني لا أمرض أبدا، لا شيء غير نوبة روماتيزم من وقت لآخر كما هو الحال الآن، لأن الذي جعلني أطلب حضورك إلى هنا في بيتي بدلا من أن أستدعيك إلى الوزارة وزارتي، هو أن طبيبي منعني من الخروج لمدة 2 أو 3، لذلك فإني أستقبلك هنا في مكتبي الخاص بالمنزل، هنا حيث أؤدي أعمالي. انظر، إنه مكان لا بأس به، أليس كذلك؟ ماذا تقول؟ أقول إن هذا المكان لا بأس به. آسف لأن سمعي ثقيل، وخاصة الأذن اليمنى، وعندما يكون الجو باردا كما هو الحال اليوم، وخاصة في
في حجرة الانتظار حيث كنت منذ قليل. برد. ومع ذلك فحجرة الانتظار بها مدفأة. صحيح، ولكن الإنسان يبرد دائما في الحجرات الواسعة، ولقد أصبحت أتأثر من البرد بسهولة، لذلك فأنا في حاجة إلى الحجرات الصغيرة الدافئة التي تدخلها الشمس بوفرة، مثل حجرتك التي كنت تسكنها بشارع سيربونت بالدور السادس على السطح، هل تذكرها؟ لقد كان الجو جميلا هناك. ولكن الجو هنا أحسن، ألا تشعر بذلك؟ هناك كانت تنقصنا الراحة. نعم، ولكنها كانت لا بأس بها، لقد كانت هناك نافذة قبلية كبيرة يدخل منها النور. النور والبرد. كانت تتوسطها المدفأة الكبيرة حيث كانت الغلاية تفور وتغني تغني. كان ذلك يبعث فينا دفئا جميلا مستمرا، ولكن في المساكن العصرية حيث تستعمل وسائل التدفئة الحديثة فإن الإنسان إما أن يختنق وإما أن يتجمد، ثم إن الإنسان مضطر أن يتنفس الأتربة والميكروبات بسبب هذا الأثاث الكثير وهذه البسط، وعندما يكون الإنسان مصابا مثلي ب... أوه يا عزيزي. لا اطمئن، إن ذلك سيمر، إنها الشعب، هذه الشعب اللعينة، إنه ليس بشيء جديد، كل سنة عند دخول الشتاء مزعج. ألا تشرب شيئا من الشاي ليدفئك؟ سأشرب معك. أشرب شاي؟ أو شيئا آخر. أجل، إنني أفضل شيئا آخر، لأن الشاي لي أنا شيئا آخر أقوى تأثيرا في الرأس. أطلب ما تريد. لا أعرف بالضبط أي شيء الموجود عندك. هذه مثلا. هذه؟ نعم، هذه التي فوق المائدة. ولكن هذه مشروبات روحية، بعد الغداء نعود إلى هنا ونتناول القهوة ثم كأسا صغيرة من الكونياك. أعترف أنني أفضل أن أخذها الآن. ليس أسهل من ذلك، تفضل. أنك لم تكن راضيا؟ لا لا، أشكرك، لا تملأ لي كأسا فأنا لا أتناول شيئا دون طعام. كما تحب. في قمع الصغار الملاعين الذين إنه جيد. أتسمح بكأس أخرى؟ هذا أحسن. قل لي يا عزيزي لامبريش، يخيل إلي أنك تخليت عن عاداتك الطيبة القديمة، هل تذكر عندما كنا نعابثك في الحي اللاتيني لأنك كنت ترفض بإصرار تناول كأس صغيرة من الخمر؟ نعم، ولكني كنت في ذلك الوقت قويا، لم أكن في حاجة إلى وضع زيت في المصباح. ألست في صحة جيدة؟ أجل، لا بأس بصحتي ما دمت أرعاها باستمرار. لا بد أن تتعالج. أتعالج؟ إن ذلك يتطلب وقتا وتكاليف، لأن الالتجاء إلى الأطباء والصيادلة يحتاج إلى المال. بالطبع، ولكن من هو في مثل مركزك؟ مركزي؟ يا إلهي، عندما ينتمي إنسان إلى الجامعة. الجامعة؟ لقد مضى زمن طويل منذ ودعنا بعضنا الجامعة وأنا، وإلى الأبد. لم أكن أعرف ذلك، فإن آخر مرة تقابلنا أنا وأنت كنت خارجا على وجه التحديد من... أجل، بالضبط، يمكنك أن تقول كنت خارجا، كنت خارجا وكل أمل ألا أدخلها أبدا. أجل يا صديقي، عندما تقابلنا كان ذلك في نهاية شهور الحبس والسجن. أنك لم تكن راضيا؟ راضيا؟
راضيا من قضاء الأيام والليالي في ملاحظة وإدارة في قمع الصغار الملاعين الذين يتفننون في ابتكار الوسائل للسخرية من الإنسان والاستهزاء به وتعذيبه؟ هؤلاء الصغار الذين لا يشفقون على ضعفي وعجزي؟ عجز؟ نعم، أذني، أذناي قد بدأ سمعي في ذلك الوقت يثقل. كنت أشعر منذ فترة طويلة أن شيئا ما يحدث بأذني، ثم بالتدريج أخذ هذا الشيء في الازدياد. أوه، لقد تحسن الحال الآن بعض الشيء، فقد علقت، والآن عندما يتحدث إلي أحد عن قرب وفي حجرة فإنني حينئذ أستطيع أن أسمع، ولكن هناك كم رأيت وقاسيت من هؤلاء الملاعين. تصور أستاذ معيد 3/4 أصم، أي حظ. وقد حاولت من جهتي أن أتصرف وأن أقاوم لأسيطر على الموقف، ولكنهم كانوا يستغلون ظروفي، كانوا يبتكرون آلاف الحيل والخدع التي تزعجني وتغيظني، فأصبحت عصبي المزاج قاسي الطبع. ثم حدث ذات يوم أن تمادى أحد هؤلاء الصغار في مشاكستي، فلم أطق صبرا وهجمت عليه وسلكت الطريق العملي. نعم، أخذت بسأري، ولكن الموضوع تطور، لأنه كان ابن شخصية كبيرة، ابن سفير. حاولوا أن يجعلوني أعتذر فرفضت، فأخرجوني، ووجدت نفسي في الطريق دون أي مورد للرزق. ولكني كنت أعتقد أن والدتك... والدتي كان قد مضى زمن طويل لم أراها فيه منذ أن تشاجرنا، لأنه عند زواجي... لم أكن أعرف، أهنئك. إذن لم تكن والدتك على وفاق مع زوجتك؟ إنها لم تحاول حتى أن تتفاهم معها، رفضت أمي بإصرار أن تراها. ولماذا؟ لأن أمي كانت لها آراؤها ومبادئها الخاصة، ولما كانت تلك التي اخترتها لتكون زوجتي ولتحمل اسمي من طبقة أخرى. ومع ذلك فأعتقد أن التي اخترتها تستحق منذ اللحظة التي أصبحت فيها زوجتك أن... يمكنك أن تقول إنها تستحق ذلك وتستحقه أكثر من أي امرأة أخرى. لقد كانت بائسة إلى حد ما وفي بداية حياتها، ومهما يكن الأمر فقد كنت أعرف عنها بعض الأشياء، وأنت أيضا. أنا؟ نعم، لأنك تعرف زوجتي. لقد عرفتها فيما مضى أيام الحي اللاتيني عندما كنا نخرج نحن الأربعة معا، أنت مع جورجيت وأنا مع... كيف؟ لوسيين، أجل لولو كما كنتم جميعا تسمونها. إنها لولو؟ هي التي تزوجتها تماما زواجا شرعيا، وأستطيع أن أعلن ذلك بأعلى صوتي حتى أمامك أنت. أولا لأن هناك فارقا كبيرا جدا بين لولو التي عرفتها والتي تعتقد أنك تعرفها تماما، وبين لولو التي أصبحت بفضل امرأتي. أقول لك الحق، لقد كان ذلك أبعد من أن أتوقع. أعتقد ذلك. لم تكن أنت لتتزوج جورجيت، أو كلا، قد كانت لك أطماع أكبر وأسمى، قد اكتفيت بأن تطلب منها أحسن ما فيها، جمالها وشبابها، ثم بعد ذلك وداعا، تصرفي كما يحلو لك. أما أنا فقد اتبعت مع لولو سلوكا آخر، هذا هو الموضوع. على كل، المهم أن تكون أنت سعيدا بها إذا كانت تحبك. هذه الصغيرة العزيزة، أجل تحبني، إذا كان تبادل الحب يكفي لإيجاد السعادة. ولكن لسوء الحظ هناك الحياة، وعندما تضيق الحياة الخناق على المرء إنها تقصم وتسحقه تحتها. إذن
فلم تكن الأمور هينة؟ كلا لم تكن هينة. في البداية لم يكن هناك ما يدعو إلى الشكوى، فبفضل بعض النقود التي استطعت أن أنتزعها من أمي مما يخصني في ميراث أبي، استطعنا أن نتزوج ونستقر أنا وصغيرتي في بيت حيث عشنا سويا نحن الاثنين، لا يفترق أحدنا عن الآخر. ثم بعد ذلك نحن الثلاثة، لأننا رزقنا بثالث، بطفل، ولد صغير جميل جدا. وبالطبع كنت أعمل لأعول هذه العائلة، وقد وجدت بفضل الدبلومات وظيفة معيد بمدرسة داخلية، كنت أعطي دروسا خاصة، وهكذا كانت تسير الأمور. واستمر ذلك 5 أو 6 سنوات، ثم فجأة انعكس الحال وجاء سوء الحظ، الأحزان، المآسي، المأساة. مات الصغير، مات الطفل، مات بعد 10 أيام من الجحيم في الآلام والعذاب، مرض فظيع في الرأس، التهاب السحاب. مسكين. لا داعي للكلام، أفضل ألا نتحدث عن ذلك أبدا. ولكن ذلك كان شيئا رهيبا، لم تنس زوجتي ذلك إطلاقا، كانت تعبد. أتفهمني؟ لم نكن نعيش إلا لا. ثم بعد ذلك بدأت شخصيتها تتغير شيئا فشيئا، أصبحت مكتئبة، لم تعد تحب بيتها ولا تطيق أن تبقى معي وحدنا، كانت تقضي ساعات طويلة في الخارج. أين كانت تذهب؟ كانت تعود للبيت في المساء، ولكن لا ألومها على ذلك، كلا لم ألومها أبدا على أي شيء. كانت تريد أن تنسى، لقد كانت تتألم، أتفهمني؟ ولكنها بدأت تمرض هي الأخرى، لأن بنيتها لم تكن قوية، كانت تسعل وتنحف، لم تكن حالتها حسنة. لذلك نصح الطبيب بأن تسافر إلى الجنوب، ولكن كيف أتركها تسافر وحدها وأفترق عنها؟ لم يكن ذلك ليحدث أبدا. وهكذا تركت عملي ودروسي، وأنا أظن وآمل أن يكون في الإمكان تسوية هذا الأمر هناك، لكن لسوء الحظ. أجل، أرى أنك لم تكن حسن الحظ. هنا والأمر بسيط. لو أقص عليك البقية. ماذا؟ حياتي منذ 7 أو 8 أعوام، أستطيع القول بأني مارست جميع المهن. ماذا تريد؟ لقد وصل الأمر إلى أن أشتغل صبيا في حانوت. حانوت؟ نعم يا عزيزي، صبيا عند حائك ثياب في شارع بواسونيير. كنت أسرح من الصباح للمساء لأوصل طرود الملابس أنا بنفسي مع كل دبلوماتي. ثم بعد ذلك احترفت الغناء في إحدى الصالات بالحي البوهيمي، كنت أؤلف الأغاني بنفسي وأعزف على البيانو. لقد كان هذا أقسى شيء. من حسن الحظ أن أجري كان لا بأس به، وكانوا لا يحاسبوننا على الطلبات، كانوا يتركوننا نشرب 5 أو 6 كاسات صغيرة من الأوديفي خلال العرض. إن ذلك يغني عن وجبة طعام، لأن الخمور تغذي وتدفئ. أتسمح لي؟ أجل. حسنا، إن ذلك يبعث في الإنسان الدفء ويساعده على العمل. لذلك بعد انتهاء العرض وعودتي في المساء، كنت لا أنام، بل كنت أجلس أمام منضدتي وأكتب دون توقف حتى الصباح. قد كتبت أجمل أشعاري خلال هذه الفترة، كتبت كل ديواني المسمى خلاص الروح. أرى أنك مضيت كسابق عهدك في كتابة الشعر. دائما وأكثر من ذي قبل، أنا لم أتراجع أبدا، قد ظللت دائما مخلصا لنفس المثل الأعلى رغم المحن ومآسي الحياة. لقد ولدت شاعرا،
وسأموت شاعرا. سوف ترى، سوف ترى ما كتبته وتراكم عندي خلال هذه السنوات الست، إنها تملأ كتبا كثيرة. ولكن لا شيء، لا شيء يعادل المقطوعة التي ذكرتها لك، إنها تفوق جميع ما كتب من الشعر. أتسمعني؟ أتصدقني؟ رقة فيرلين ومرارة بودلير وحنيني مع شيء أكثر من ذلك. أنا لا أمتدح نفسي كما تعرف، إنني ثاقب النظر وبدون شفقة، ولكن سأقول لك شيئا لا أقوله لأحد غيرك. الآن يمكنني يا صديقي أن أرحل، أتفهمني؟ يمكنني أن أموت. على كل إن سأقرأ لك بعض الفقرات وسوف ترى بنفسك، الفقرات التي ظهرت في مجلتنا. مجلتكم؟ أجل، مجلة الحقيقة الجديدة التي أسسها 4 أو 5 منا مع روبرتيه. هل تذكره؟ روبرتيه الطويل النحيف، لقد كان يقرأ لنا أشعاره ويشرب 14 كأسا كل 5 دقائق. روبرتيه، كيف لا تتذكر؟ المهم، لقد أسسنا بالاشتراك معه ومع غيره مجلة الحقيقة الجديدة، وأنا سكرتير التحرير. إذن لقد وجدت وظيفة. أوه، وظيفة؟ أعتقد أنك تفهم أنها وظيفة شرفية. إذن لم يكن لي غير هذه الوظيفة لأعيش. لا، إنني لا أذهب إلى هناك إلا في المساء بعد أن أنتهي من عملي وهو النسخ. قد كانت هذه نهايتي، نهايتي. أعمل نساخا الصفحة بكذا طوال 10 ساعات، ولكن كفاني حديثا عن نفسي وعن مآسي، فهي لا شيء إطلاقا إذا احتفظ الإنسان بعقله واستطاع أن يعمل وأن يبتكر. ثم إن كل إنسان عنده مآسي، أليس كذلك؟ فلنتكلم قليلا عنك. حدثني أنت يا صديقي القدير. أنا؟ لا بد أن يكون لك مآسي منذ تقابلنا لتقصها علي. هل تسير أمورك على ما يرام؟ هل أنت راض بعد الرضا؟ راض؟ أعتقد أنني إن لم أكن راضيا لكنت إنسانا طماعا. ماذا تقول؟ أقول إنني أكون إنسانا طماعا لو لم أكن راضيا. أجل، فعندما يكون الإنسان وحده تصبح الأمور سهلة. إنني لست وحدي، لقد تزوجت أنا أيضا. كيف؟ أنت أيضا يا صديقي القديم؟ أنا لا أشكو من شيء، لقد تزوجت امرأة رائعة حسنة التربية جميلة ومن عائلة كبيرة، إنها ابنة ماريسكو. ماريسكو؟ أجل، الرسام الشهير. لم أسمع عنه. ولكن كيف؟ إنه عضو الأكاديمية. أجل، إنني أتخيل ذلك. لحية كبيرة، كهنة المعبد، أصحاب الأمجاد الرسمية، لن ننتهي من هؤلاء أبدا، سوف ترى في العدد القادم من مجلتنا. ولكني أؤكد لك أنك أخطأت الفهم بخصوص حماي. لو رأيت لوحاتي، على كل انظر، ها هي إحدى لوحاتي، وهي في نفس الوقت صورة ابنتي، زوجتي. هذه زوجتك. إنها جميلة، ألا ترى ذلك؟ أجل، ولو أن الرسم لا يوضح الحقيقة تماما، وخاصة هذا الرسم الذي يكسر فيه الشطب والتصحيح. إنها تبدو ضئيلة الجسم. ماذا؟ لا أقصد هنا في الصورة، هذا نوع من التغيير بالنسبة لك أنت. أنت الذي كنت تفضل الفتيات الفارعات الجميلات الممتلئات صحة مثل جورجيت. جورجيت هذه فعلا كانت جميلة، زوجتك لا تشبهها. لحسن الحظ. إني أتكلم عن الشكل. ما أفهم ذلك. في ناحية الأخلاق فأنا لا أعرف، لكن جورجيت أيضا كانت لها صفات عظيمة، ذكاء، رقة، وأي شخصية لطيفة، وأي طيبة. قد كانت جورجيت تحبك حقا. ولكن أرجو أن تعرف أن زوجتي. وهكذا تزوجت أنت أيضا. وهل عندك أبناء؟
عندي ابن، ولد صغير لطيف. لقد كان بخصوص هذا. بخصوص ماذا؟ أجل، عندما كتبت لك أطلب رؤيتك كنت أريد أن أعرض عليك. كلا، سأقول لك ذلك في مرة أخرى. المهم لدي ولد، هذا هو الأمر. وهل يشبهك؟ هل؟ بالطبع أعتقد ذلك، الكل يقول هذا. هل هذه التي بجوارك هي صورته؟ إنها ليست بالصورة الجيدة. أريني إياها. أتريدها حقا؟ أجل أرينيها، أرينيها. أوه، نعم، إنه لطيف. أليس كذلك؟ لطيف جدا. وهل أنت مسرور منه؟ مسرور جدا، رغم أنه يكون أحيانا شيطانا وطائشا، وقد بلغ سنا يستحسن أن يشعر فيها بشيء من الرقابة والتوجيه من شخص ما، شخص يتولاه ويتولى تربيته. ها؟ أتفهمني؟ بالتأكيد. لست أشكو منه، فإن شيطنة الطفل دليل على أنه في صحة جيدة. وهل ابنك في صحة جيدة؟ نعم. عظيم، رائع. افعل كل ما في وسعك ليستمر هكذا في صحة جيدة. آمل ذلك. أوه، أنت لا تعرف الأطفال. قد كان ابني أيضا مرحا مملوءا حيوية، كان يقضي اليوم كله في اللعب، ثم فجأة ذات صباح. اعتني بابنك جيدا، لاحظ، حافظ عليه. كن مطمئنا، وخاصة أنه لا يبدو نشيطا قوي البنية. أو أنت مخطئ. أتمنى ذلك، إنه من المؤلم حقا أن يرى الإنسان طفلا يضعف ويذبل فجأة ثم بعد ذلك. أجل يا صديقي، اعتني بابنك، إنها نصيحة مني في مصلحتك ومصلحة ذلك الصغير. ولكن أقسم لك إنه لا يستحق الرثاء، وخاصة أنه يعيش بيننا مدللا من أمه ومني، هذا إلى جانب الآخرين الذين يحيطونه باهتمامهم. تصور، لقد أصبح له من الآن حاشية صغيرة. عندما يكون الطفل ابنا لرجل مرموق في الحكم، يشغل، أقصد في مثل مركزي. ماذا تقول؟ أقول من يكون في مثل مركزي، لأنه عندما يكون الإنسان وزيرا وهو في 42. وزير؟ أجل لقد أصبحت وزيرا أو نائب وزير إذا أردت الدقة، ألا تعرف ذلك؟ الحقيقة كما تعرف أن تغييرات الحكومة كثيرة، ولكن على ما أذكر في إحدى الليالي منذ شهر أو شهرين، كنا في مقهى بروكوب حيث كنا نجتمع، وقرأ علينا روبرتي الذي حدثتك عنه منذ قليل، قرأ علينا في الجريدة قائمة وزارية كان بها اسمك. وفي أثناء القراءة قال: لوبليميل، ألم تكن تعرف هذا الشخص فيما مضى؟ وقد أضاف أيضا: إن ذلك سيضحكك، فقد علق قائلا: إن لوبليميل هذا جدير بأن يصبح وزيرا، كان عنده كل ما يبشر بمثل هذا التحول السيء. هذا مضحك. أوه، أنت تعرف روبرتي كان يمزح، لقد كان دائما ثقيلا في مزاحه، ثم بعد ذلك أؤكد لك لم نهتم بالموضوع، وفي الحال أخذنا نتحدث في أشياء أخرى، لأننا كنا في ذلك الوقت نعمل في تحضير العدد الثاني من مجلتنا، وكان على روبرتي أن يقرأ لنا في ذلك المساء دراسة عن بودلير، بحث رائع سأرسله لك. أشكرك، ولكني لا أعدك بأني سأقرأها في الحال. أوه كلا، أعتقد أنك لابد وأن تكون مشغولا جدا. مشغول فعلا. صديقي القديم، إني أرسلك. لابد وأنك غارق في الأوراق التي لا قيمة لها، وفي كتابتها وتحضير الأحاديث وكل هذه الأشياء السخيفة التي يقولها لك هؤلاء الأشخاص.
الأشخاص الذين يتهافتون على الالتفات حولك والذين ينحنون أمامك حتى يحصلوا على ما يريدون ثم بعد ذلك إن ذلك لا يساوي حياتنا الجميلة الماضية. عندما كنا نقضي الليالي يقرأ كل منا للآخر ما كتبه بالنهار ونتبادل الأفكار ونبني الأحلام والمشروعات. عندما كنا نريد أن نصبح عظماء نصبح شعراء المستقبل وحملة المشعل أمام جيلنا. أنت بوجه خاص كنت أحسننا موهبة وأكثرنا نشاطا، الوحيد الذي استطاع في ذلك الوقت أن ينشر مجلدا أشعارك المسمى الأمواج الرنانة. لقد كان ذلك جميلا. لا داعي للحديث في ذلك. ولماذا؟ لأن ذلك لم يعد له وجود. سخافات وحماقات شباب. حماقات؟ قد يكون ذلك بالنسبة للجهلة والبلهاء والعمي وليس بالنسبة لنا نحن الذين كنا نعجب بك ونأمل الكثير منك. تصور عندما تلقيت رسالتك هذا الأسبوع أريتها لزوجتي، وبالطبع أخذنا نتحدث عن الماضي وأيامه، ومن موضوع إلى موضوع أخرجنا كتابك من المكتبة. ذلك الكتاب الذي أعتز به وأحافظ عليه وعليه إهداؤك إلى عزيز الشاعر الكبير لامبروش، أهدي هذه الأبيات الأولى لشاعر سيصبح كبيرا. إني أحفظ ذلك عن ظهر قلب كما أحفظ كثيرا من مقطوعاته. إننا نقرأها أحيانا أنا وصغيرتي، وقد سهرنا ذلك المساء في قراءته حتى الثانية صباحا. وتصور إذا كنت تصدقني لقد كنا نبكي يا عزيزي، نبكي. لذلك عندما رقدت لم أستطع النوم، لأن ذلك حرك في نفسي ذكريات كثيرة، وظللت أفكر وأحلم وأتحدث معها. وكنا نقول نحن الاثنين، هذا الولد ذو الموهبة الرائعة النادرة، هذه الموهبة التي كانت ستجعله مرموقا، ولد كان لابد أن يرتفع ويرتفع لا نعرف إلى أي مدى، تراجع فجأة وتوقف في قمة صعوده ليأخذ طريقا أخرى. وكل ذلك لأن الحياة اضطرته إلى ذلك. الحياة القذرة دائما أبدا هي الأقوى، تبليك وتحطمك. يا صديقي، يا صديقي القديم، مسكين يا عزيزي، مسكين. لا جدوى في الإطالة والتذكر، أليس كذلك؟ فالأحسن تجنب ونسيان ما قد يحزنك ويضرك، فلتنظر دائما أمامك بشجاعة وثقة وإيمان، وخاصة أننا ما زلنا هنا نحن الاثنين، ومن يدري يمكننا أن نساعد بعضنا وأن يخدم أحدنا الآخر دائما كسابق عهدنا. فمن جهتي أنا على تمام الاستعداد، يمكنك أن تعتمد علي اعتمادا مطلقا. لقد كتبت لي في خطابك تقول إنك تريد أن تطلب مني شيئا. أطلب منك؟ أقصد أين وضعت رسالتك؟ كنت أعتقد فعلا. عزيزي لامبروش، عندما تتلقى هذا الخطاب احضر سريعا لمقابلتي في بيتي، لأنني ملازم حجرتي ولا أذهب إلى وزارتي. وزارتك؟ حقا إنها فعلا وزارتك. نعم. إلى وزارتي فسأعرض عليك أمرا آمل أن يعجبك، فإذا قبلته كما أظن يمكننا أن نعيش مرة أخرى أحدنا بجوار الآخر، وكل يوم نفس ساعات شبابنا الطيبة الجميلة إلى آخره. زميلك القديم. إذن هيا، إني منتظر. منتظر؟ نعم، منتظر أن تقول لي ما كنت ستعرضه عليه. إنه
ماذا؟ إنه استمر، لا داعي للحرج. لكني إننا أصدقاء قدامى، وأنت تعرف أنني سأبذل جهدي لمعاونتك. استمر. إنه أولا إنه مجرد مشروع، مشروع غامض بخصوص إحدى الوظائف. من أجلي؟ بالتأكيد. حسن، هنا عندك؟ هنا؟ كلا. ليس هنا، بل في الوزارة. في الوزارة؟ أجل، هناك عندي إدارات كثيرة كما تعرف، لذلك فكرت أنه إذا وجدت وظيفة خالية يمكنني أن أعينك، واعتقدت أن عرض وظيفة مناسبة عليك أفضل بالطبع من عملك كنساخ. أما الآن فليس لدي وظائف خالية، ولكن إذا حدث يوم، وقد يكون ذلك قريبا، أتفهمني، إنه أقل ما يجب أن أساعد به صديقا. هذا هو كل شيء؟ كل شيء. كنت تريد أن تعرض علي وظيفة، ألا تعجبك؟ لاحظ جيدا أني أفهم تماما أنك متردد. بالطبع لو كنت أستطيع أن أقدم لك شيئا آخر. هل أنت واثق أنه ليس لديك شيء آخر أحسن من ذلك تقدمه لي؟ ولكن يا عزيزي، هذا مضحك. أي شيء؟ لا شيء، إنه شيء مضحك حقا أن تكتب لي مثل هذه الرسالة تدعوني على عجب. لقد كان من حقي أن أعتقد بسبب ما جاء فيها، أليس كذلك؟ ما جاء فيها؟ يا إلهي، قد تحدثت فيها عن استئناف حياتنا السابقة، وأننا سنرى بعضنا كل يوم. لذلك فقد تصورت، وبخاصة منذ لحظة عندما قلت لي إن ابنك في حاجة إلى الملاحظة والتوجيه، لأن الطفل عندما يكبر إنه لا يزال صغيرا جدا. أجل جدا. أجل أجل أجل. ولكن تذكر عندما تعرفنا كنت أهيئ نفسي للتدريس، إنها وظيفتي رغم كل شيء. وكما تعرف أحيانا يصور الإنسان لنفسه أفكارا، فالخيال يعمل، وأعترف أن ذلك يمكن أن يكون بالنسبة لي الخلاص والسعادة والحلم. أفكر قليلا بعد كل الذي قاسيته والحياة الحقيرة التي عشتها، أن أجد هنا في هذا البيت الهدوء والرفاهية والاطمئنان المادي. إنها زوجتي المسكينة كانت ستشعر بالسعادة، هذه الزوجة التي تحملت كثيرا من المحن التي لا تزال تتحملها كل يوم. ولاحظ أيضا أنني لا أحاول أن أرفع من قدر نفسي، كلا، فأنت تعرفني، لو أنك عهدت إلي بمثل هذا العمل، أنا لا أنكر أنني تأرجحت في أعمال متباينة، هذه حقيقة، وأنا أدرك تماما الحالة التي وصلت إليها، ولكني أشعر أنني لازلت مليئا بالثقافة والحيوية التي لا تحتاج إلا للإثبات، ويكفي أن تتاح لها الفرصة، فرصة واحدة تمتد إلي بها يد فتثبت هذه الثقافة والحيوية وأجددها بجدارة. ولكن للأسف لم يكن الأمر يتصل بذلك الموضوع، فلأنصرف، لقد حدثت كثيرا ولابد أن لديك مشاغل كثيرة. أوه كلا كلا. أجل لا أحب أن أضيع وقتك، إذن أتركك الآن وداعا. ولماذا وداعا؟ بالعكس، أعتقد أننا الآن سنتقابل كثيرا. أتعتقد؟ كيف لا؟ تعتقد حقا أننا سنتقابل؟ ولم لا؟ إلا إذا كان ذلك لا يسرك. أوه، لست أنا، إنه أنت. أنا؟ أنت مجنون، فأنت ترى جيدا أنني عندما استطعت أن أبعث إليك فقد فعلت. بالعكس، إنه
لمن أكبر دواعي سروري أن أراك ثانية وأن أتحدث معك كسابق عهدنا. حقا؟ هل تشك في ذلك؟ لا أعرف. في البداية في أول مقابلتنا قيل إلي أنك تستقبلني دون ضيق بحنان، ثم بعد ذلك أثناء مناقشتنا خيل إلي أن هناك شيئا من المضارة، شيء سيء وكريه وعدائي يقف بيننا يبعدك ويفصلك عني، وأنك تشعر أنت تستمع لي بعدم ارتياح وخيبة أمل. نعم، وشعرت أيضا أني أثير اشمئزازك وغضبك وأنا أكشف لك عن نفسي على حقيقتها، تلك الحقيقة التي يبدو أنه كان يجب علي ألا أظهرها أمامك. أنت تهذي؟ كلا كلا، ليست هذه أول مرة يحدث فيها مثل ذلك، لقد لاحظته أيضا. غالبا ما أتكلم بصراحة أكثر من اللازم دون أي مضارة وبخشونة، وأني أحيانا لا أقول ما يجب أن يقال أو أقول ما لا يجب أن أقوله، والناس لا يحبون ذلك كثيرا، فهم يفضلون أن نتملقهم ونكذب عليهم وننحني أمامهم. أرجو أن تصدق أن ولكن أنا هذه طبيعتي، لا أعرف المضارة ولا الكذب ولا أطيق الانحناءات ولا التصرف. ليكن حتى إذا كان في ذلك خسارة لي. أوه، كم سبب لي ذلك من خسائر ولعائلتي أيضا. كان يجب علي أن ألاحظ نفسي جيدا وأن أسيطر عليها أكثر من ذلك، إن زوجتي المسكينة تكرر علي ذلك كثيرا، إنها تعرف أني لست شريرا ولكنها ترى أني أبدو شريرا وساخطا. قد يكون في بعض من هذا حقا، وهذا حق، فكثرة الكفاح والآلام تؤدي بالإنسان في النهاية إلى الاعتقاد بأن الآخرين مسؤولون عما يحدث له، ويدرك هؤلاء ذلك ويكرهون، وأحيانا يمنعهم ذلك من أن يحسنوا إليه. وعلى كل، إذا كنت قد قلت لك أشياء قدرتك أو جرحتك فأرجو ألا يغضبك ذلك مني. ولكن يا صديقي القديم، ثم أننا أنا وأنت زملاء قدامى، أصدقاء العمر، فلا داعي إذن لأن نخدع أحدنا الآخر وجها لوجه، فنحن نعرف بعضنا جيدا، نعرف القيم الحقيقية للأشياء وللناس، ثم إن كل شيء في الحياة لا قيمة له، المهم هو أن يجتاز الإنسان هذه الحياة بأحسن ما يمكنه، مرفوع الرأس مثبتا عينيه على شيء مضيء، على مثل أعلى، وأن يحلم حلما جميلا بقدر ما يمكنه أيا كان ذلك الحلم، والباقي لا تؤاخذني لحظة واحدة. هلو، نعم، أنا لوب لمال نائب الوزير. نعم، حسن يا سيد الرئيس، هذه طيبة منك، اتفقنا، سيكون جاهزا، تستطيع الاعتماد عليه. إلى اللقاء يا سيد الرئيس. إنه رئيس مجلس الوزراء، موضوع بسيط، شيء غير هام. هل أنت ذاهب فعلا؟
لا بد من ذلك ما دام ليس لديك شيء آخر تقوله لي. انتظر انتظر. ها؟ كلا لا شيء. أجل اسمع، أشعر بشيء من الخجل وأنا أقول لك، أعرض عليك، لقد جعلتك تحضر وأزعجتك. إزعاج بسيط. على كل حال وخاصة بعد ما قلته لي وما استنتجته عن حالتك، أرى أستطيع أن أطلب منك دون كلفة أن تقبل مني شيئا بسيطا يسمح لك. أتفهمني؟ نقود؟ كلا. أوه كلا، أشكرك. أنا لم أطلب منك شيئا ولم أحضر من أجل هذا. أعرف أعرف، ولكن بين الأصدقاء والزملاء أؤكد لك أنه ليس في ذلك مضايقة لي على الإطلاق. أعتقد ذلك، ولكن كلا كلا، أفضل ألا تفعل ذلك. إذن على كل حال سأهتم سريعا بما قلته لك في حديث الآن، وسأحاول أن أجد شيئا. أكل إذا أردت، وأكون شاكرا. ولكن على شرط. شرط؟ وهو أنه إذا جاء يوم واستطعت بدوري أن أرد لك هذا الجميل، أو نقود، لا بالطبع، النقود يا صديقي ليست كل شيء في الحياة، هناك أشياء أخرى، وخاصة لأناس مثلنا، حينئذ عندما لا تكون وزيرا قد يحدث هذا. بالتأكيد. عندما تعود رجلا كالآخرين، رجلا حر الفكر، حرا في التعبير عن آرائه، عندما تبحث لك عن مركز أكثر نبلا، حسن، عندما يجيء هذا اليوم احضر عندي، احضر عندنا في المجلة، ستجدنا جميعا سنضغط على أنفسنا ونفسح لك مكانا صغيرا أو كبيرا، والذي نظم الأمواج الرنانة لن يكون أبدا غريبا بيننا، سنستقبله استقبال الابن النابغ. هذه رقة من زملائك. كلا على الإطلاق، وأنا أقول لك ذلك من أعماق قلبي، فليس ما أقدمه لك أنا وعودا في الهواء. تذكر جيدا كلماتي، عندنا ستجد ما تريد، عندما تريد. أشكرك. بعد كل هذا، لقد عدت يا عزيزي دوتي. نعم يا سيدي الوزير، لقد جئت في الوقت المناسب، كنت أنتظرك بفارغ الصبر. أسرع أسرع إلى العمل. أجل أنا في حاجة إلى العمل، في حاجة إلى أن أشغل فكري بأي عمل. هل معك المراجع؟ نعم إنها معي يا سيدي، ولكن ماذا؟ هناك أناس ينتظرون في حجرة الانتظار، بعض ذوي المصالح. ذوي المصالح، أحب أن أستقبلهم في الحال، إن ذلك سيغير أفكاري وأنا في حاجة إلى ذلك. بخصوص سيدي الوزير، الشخص الذي قد تكون قابلته خارجا من هنا، صديقك مسيو لامبريش، المربي الجديد. أي مرب؟ ليس هناك مربي جديد، ولن يحدث ذلك. لم أكن أعرف، كنت أعتقد أن سيادتكم اتفقتم معه. أجل ولكني لم أتفق معه كلا على الإطلاق، ولا جدوى حتى من ذكر حضوره إلى زوجتي. على كل، كنت أريد أن أقول، إذا حضر مرة ثانية قد يحدث أن يجيء هنا أو في الوزارة. أتخلص منك؟ لا لا لا، لم أقل هذا، بل تستقبله بالنيابة عني وتسأله عما يريد، ثم تقول لي فيما بعد دون أن تزعجني بأية حجة. أتفهمني؟ نعم. لقد
كنت على حق منذ قليل. نعم، أصدقاء أيام الشباب. دوتي سيدي، أخبرهم أن الوزير سيستقبل